ونختم النشرة من مدينة الراشدية. لوحات تشكيلية من توقيع فنانين هم من أبناء المنطقة تعرض حاليا في فضاء مفتوح يقرب المسافة بين الفنان والجمهور في غياب قاعة العرض. عمر أجري وحسن سكوري. اختيار الهواء الطلقي كفضاء للمعارض أعطى للوحة جمالية وتناسقا مع ألوان الطبيعة. طبيعة تفيلالت قصورها التاريخية وغناها الثقافي كلها عناصر أثثت لوحات من إبداع فنانين محليين. بدنا نوصلوا للناس لفن فن المنطقة والمعاناة التي تعاني المنطقة من خلال الفنون التشكيلية ومن خلال اللوحات التي ننجز. كذلك بالنسبة للزخرفة هذه الفكرة أننا حاولنا نقربهم ما أمكن من زوار ديال المنطقة. تبارك الله عليهم فنانين عملهم كيعكس تقاليد البلاد والعادات ديال المنطقة. الصغار كما الكبار وفدوا على المعرض لاكتشاف سحر الريشة وتناغم الألوان في لوحات لاقت إعشاب الزوار. عجبوني اللوحات بزاف وحتى من ناحيه نكبر نولي فنان. طاقه جيده ولكن خصهم شويه تشجيع في الحقيقه في النيفو ديال الصعيد المحلي. طلبوا مثلا من السلطات المحليه انهم تشجعوهم انهم يديروا معارض أو معقر خاص بهم. شاهدنا لوحات كانوا في المستوى وكنتمناو الأخ الاستمرارية وحنا جد فخورين. الفخر شعور يتقاسمه الفنانون مع أبناء المنطقة إذ تعتزم جمعية قصر سوق القيام بجولة لرسم كل قصر من قصور تفيلات في لوحة تشكيلية، والهدف حفظ الذاكرة والحث على المحافظة على التراث.